السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأخوض تجربة جديدة وموضوع مهم. أنا مناضل عربي، واليوم راح نتكلم عن أطفال غزة ومواجهة التغطرس الصهيوني ومعاناتهم اليومية. فجهز فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك، وخلينا نتكلم عن كيفية دعم إخواننا بأقل التكاليف الممكنة والفائدة الأعظم. اعمل لايك وشارك المحتوى، وخلينا نساهم في نشر المحتوى الداعم للقضية. يتحدث طفل فلسطيني ناج عن آخر لحظاته برفقة عائلته قبل قصف الاحتلال لمنزلهم في خان يونس في قطاع غزة، قائلا: كنا قاعدين بنتعشى ونزل الصاروخ علينا، ويواصل بحرقة وآثار القصف بادية عليه. حضرنا الطاولة وأختي تحكي مع خالي وتبتسم، سمعت صوت الصاروخ وظننته على بيت ثاني. أنا وضعت يدي على رأسي وتشهدت: أشهد أن لا إله إلا الله. وبهذا لم يفقد الطفل وجبته اليومية الوحيدة فحسب، بل فقد إخوته الذين ردد أنهم المشكلة، كلهم صغار، وفقد عائلته كما فقد بيته أيضا. وجبة واحدة يوميا قوامها الجبن والزعتر، هذا كل ما يستطيع الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة تناوله بفعل الحصار الخانق الذي أحكمته عليهم إسرائيل بالتزاما مع قصفها المدمر على منازلهم. تلك الحرب المستمرة منذ 28 يوماً تسببت بشح كبير في المواد الغذائية والمياه والطحين، ما ضاعف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أصلاً سكان القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2006. كل ما يحلم به الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة هو أن تنتهي الحرب الإسرائيلية المدمرة، وأن يعيشوا بسلام، وأن يتوفر لهم الطعام والشراب دون معاناة. يمشي الأطفال عشرات الكيلومترات على الأقدام أحياناً في سبيل توفير القليل من الماء للشرب رغم أنه مالح، في ظل ندرة المياه بعد أن قطعتها إسرائيل عن القطاع. وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن سكانه يشربون مياهاً ملوثة، ما أدى لظهور حالات إسهال لدى الأطفال في مراكز الإيواء التي تضم آلاف الفلسطينيين. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قرر في 9 أكتوبر الماضي فرض حصار شامل على غزة، معلناً أن لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود سيصل للقطاع وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية. ويعاني سكان غزة نحو 2.2 مليون فلسطيني من أوضاع معيشية متدهورة للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. والأحد الماضي دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إلى توفير خط إمداد مستدام بالمساعدات الإنسانية لتجنب كارثة في قطاع غزة. وقال مدير عمليات أونروا في غزة توماس وايت في تصريحات صحفية إن وضع الإمدادات الإنسانية فظيع ومحدود جدا، والغذاء والمياه أصبحا نادرين. وأضاف وايت: نحن بحاجة لخط إمداد مستدام من المساعدات لتجنب وقوع كارثة في القطاع. وأن تشرب قهوتك في فنجانك، مش لازم تروح ستاربكس أو تشتري نسكافيه، هنالك العديد من المنتجات العربية. مش مطلوب منك أكثر من أنك تدعم أخوانك، وتذكر أن كل فلس تدفعه في منتجات تدعم الغاصبين. مهم في شراء رصاصة لقتل طفل فلسطيني، ولك حرية القرار.